سلام خياتي خوتي حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في قناتي المتواضعه والمتنوعه، ومرحبا بكامل المشتركات والمشتركين الجدد اللي التحقوا الى القناه مؤخرا. ان شاء الله تستفادوا من الفيديوهات اللي نحط فيهم الوصفات المتعدده والمتنوعه. اذا راح ندير لكم وصفة اليوم اللي هي يعني كما وعدتكم، نديرو زيت الصبار، زيت بذور التين الشوكي، يعني تعتبر من أغلى الزيوت عالميا، ويخدموا بها يعني في التجميل بزاف. احنا الله غالب في بلادنا ما عندناش ثقافة، ما عندناش يعني دراية بلي هذا البذور وهذا التين الشوكي الفوائد تاعو عظيمة في التجميل، وراه يعني مواد التجميل المخدومة بهذا البذور ومن التين الشوكي ومن الصبار راهي من أجود وأغلى مواد التجميل والزيوت. ندخلوا مباشرة في إعداد هذا البذور. أنا درت لكم مقبل كيف هنستخرج هذا البذور، حنخليه لكم في صندوق الوصف الفيديو. نجيب مقلاة، راح ندير نحمص هذا البذور مليح، نحمصهم يعني حتى يرجع اللون تاعهم ذهبي، ما نحرقهمش يعني على نار هاديه، نبقى نحرك فيهم بهذه الطريقه حتى يتحول. دوكا راهو شوفوا اللون تاعهم راهو ابيض حتى يولوا لون ذهبي، ونرجع لكم ان شاء الله. اي ليكم بعد ما حمصتها يعني شوفوا رجع اللون ذهبي، ماشي نحرقها يعني حمصتها بالعقل، يعني اللون تاعها كان ابيض راه تحول شوفوا لون ذهبي. دوك رايح نرحي كمية حوالي ملعقتين هكذا، ندير 3 ملاعق نرحي هكا، نرحيها يعني نكسرها. نرحيها ونرجع ليكم. كل واحد كيف راح نرحيها انا في الروبو هذا، واللي عنده هذيك الرحايه تاع لي زيبيس ولا ما عندكمش حتى دقوهم في المهرز، المهم كسروهم شوي ما تخلوهمش هكاك حب. راني هرستهم شوي يعني كسرتهم، راهم صعاب بالبزاف حتى يعني بالروبو ما يتكسروش هذا البذور هذو صعاب بالبزاف. المهم انا يا هرستهم، لو كان الحبات تنقسم على زوج. نجيب كمية تاع زيت زيتون، انا عندي زيت زيتون هذه، رايح ندير حوالي 4 ولا 5 ملاعق صغار لداخل هذه الكمية على حساب واش عندي هكذا، وهما سخونين يعني البذور راهي سخونة. ندير كمية اللي حبيتها، وتوما اللي عنده زيت زيتون مثلا راهي وقتها اللي حبي يدير يعني يستغل هذا البذور ويصنع كمية كبيرة، يعني يديروا لترة تاع زيت الزيتون حوالي 5 ولا 6 من بذور التين الشوكي تكون مهرسة شوي، واللي يحب يديرها حب يدير حب، بصح كي تهرسوها يعني الفوائد هذيك الزيت تدي كامل الفوائد تاع التين الشوكي. هذه الطريقة هكذا يكفي. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، دوكا هذا الزيت رايح نديرها في مكان مظلم لمدة أسبوع 7 أيام، ما نحل عليها لا والو، نغلقها مليح ونديرها في مكان مظلم. ومن الأحسن، أنا ما عنديش قرعة داكنة يعني كما هذا اللون، من الأحسن اللي عنده قرع كما هكذا يعمرها في قرع كما هكذا تكون كبيرة، داك تاع السيغو ولا وهكا باه تتحصوا على زيت يعني صافي. انا ما عنديش قرعه، ما يهمش يعني هذا، قلت اللي عنده واللي ما عندوش يخير اي قرعه، ونديروها كما هكذايا مده اسبوع في مكان مظلم، ما نحلوهاش ما ندوروش بها خلاص هكذا. هكذايا نتحصلوا بعد 7 ايام نصفي ونحيوها ونصفيوها في كشاش ولا صفايه مغلوقه، ونخلي ونخرجوا زيت صافي، زيت بذور التين، زيت الصبار. هكا هي طريقه تاع اللي نصنعوا منها زيت الصبار.
نروحوا الآن، نروحوا نصنع قدامكم ماسك خفيف. بعد ما درت الزيت راح دوكا ندير لكم ماسك يعتبر من اغلى يعني الاقنعه عالميا في التجميل. ما عليناش بالك انتم ماكش حد تصدقوني، لكن تقدروا تدخلوا يعني العمو جوجل وتشوفوا وتحوسوا عليهم. انا راني نمد لكم كل حاجه شابه وان شاء الله تجربوها البنات، ما تعجزوش عليها. فقط هذه ريحه الكميه اللي بقات لي، ريحتها مليح كي شغل غبره، شوفوا يعني ريحتها مليح، ادت لي وقت وانا نرحي فيها. راح نصفي كميه، نصفي كميه حوالي ملعقه، يعني هذا مش راح نحتاج بزاف، والاخرى راح نخبيها. هذا الماسك اللي راح نديرو البنات راح يعني يغلق لكم حتى يعني الحفر اللي يديرهم حب الشباب، ينحي التجاعيد، ويعني لو كان يتبعوا شهر فقط، يعني ماهوش اسبوع ولا نهار ولا يومين، يعني اللي حبت تدير هذا الماسك ديرو يعني لو كان شهر حتى 35 40 يوم، يعني يوميا. اللي يحب شبح ما يقول اح، اللي يحب الزين يصبر لعذابه، هذه هي ما كاش حاجه تجي بالسهل. اذا عندي هكا كميه، هذه عندي كميه غير حوالي ملعقتين ولا ملعقه. يا سبحان الله، يعني هذا بذور التين الشوكي، والله انا يعني عن نفسي ما كنتش عارفه بلي هذه الفوائد كامل. انا نعرف صح الفوائد موجوده الحبه تاع التين الشوكي، لكن البذور تاعو ما كنتش عارفه، رغم انه الله يرحم جدي وجدتي كانوا دائما يقولوا مليح 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 للصحه. اذا راح ندير المكون الثاني لهنا حوالي ملعقه كبيره، راح ندير ملعقه صغيره تاع زيت اللوز. زيت اللوز الحلو كما راكم تشوفوا ضروري، زيت اللوز الحلو ندير ملعقه صغيره. ندير ربع ملعقه تاع زيت الزيتون هكذا، اللي ما عندهاش زيت زيتون ما ديرش، نخلط. وذا خصيت راح نزيد وزيت زيت اللوز كما هكذا، يكفي ملعقه تاع بودره تاع بذور التين الشوكي مرحيه، مع ملعقه صغيره زيت اللوز، مع ربع ملعقه تاع زيت الزيتون. نخلطوهم هكا ونديروهم قناع للبشره تاعنا ولا لليدين ولا ونحبيتو لمده ساعه حتى يجف كامل هذا الخليط. الزوج تاعي ما بغاش يسكت. المهم هذه يوميا يوميا، يعني اللي حبت تخدم تخدم كميه تاع بذور تاع التين الشوكي وتخبيها، يعني عمرو عمرو صاشيه عمرو بقاله، يعني للجمال الوحده للجمال تاعها راه يتصرف دراهم كبار كبار باه تشري منتجات التجميل وغير نافعه، يعني والله ما تنفع، يعني ما كاش حاجه اللي تنفع من غير هاد المواد الطبيعيه اللي ربي سخرهم لنا، يعني كل حاجه طبيعيه راهي صيدليه عامه، يعني كل حاجه ربي داير لها المنافع تاعها. اذا نستغلوا علاه لا نستغلوا خير من الوحده تاعها تخسر دراهم مليون زوج ملايين ودير في اللايزر وكاع، وكاين امور ابسط وارخص قدام عينيها وتعجز لديرهم، يعني ما كاش حاجه كبيره. اشرو كرموساره ولا اشرو يعني روحوا نحوها اللي عندها استغلوا، يعني انا عن نفسي راح نصنع كميه لاباس بها، راح نخبي بذور الكتان تكون بذور التين الشوكي، حتى اللي قصدني يقول لي مدي لي رايح نمدلو، راح نصنع كميه انا ما نعجزش على نفسي. اذا انا هذا حندير هذا الماسك راح نخليه ساعه ساعه ونص حتى ينشف كامل باه نحيه من البشره تاعي، وراح نداوم عليه يوميا لمده شهر او اكثر، رغم انه البشره تاعي ما بها شيء، لكن هذا الماسك يحارب التجاعيد وينحي اثر الحبوب يعني حب الشباب، ويعمر الحفر يعني اللي عندها حفر في الوجه ولا اللي عندها اي مرض جلدي في البشره تاعها، يعني راهو كولاجين طبيعي. انا نعطيكم فقط نصيحه، اللي ما حبت تزيد تتاكد تدخل عمي جوجل راه كل شيء موجود فيه. وهذا زيت الصبار بعد ما تجهز هذا الزيت مده اسبوع
رايحة ندهن بها البشرة تاعي يوميا في الليل، يعني يوميا واي او اي منطقة في الجسم، وحتى ديروها للشعر اللي شعرها يطيح ولا اللي شعرها يعني فيه اي مرض، مثلا اكزيما صدفية او القشرة او ما يطوالش او مريض، يعني دهنوا لشعرتكم ودهنوا البشرة تاعكم به يوميا لكن في الليل، يعني هذا راح تستغلوه يداوموا عليه في الليل. ان شاء الله نكون ما كثرتش عليكم الهضره بزاف، راح نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف، فوائد بذور التين الشوكي والاستعمالات تاعو، وراح ندير لكم زوج لي ماسك او ثلاثه في الفيديو القادم ان شاء الله. يعني برك وجدوا كرموسا ووجدوا ورقه تاع ولا اثنين اوراق تاع صبار، يعني تاع كرموس سارة، صبار تاع كرموس سارة، كرموس الهندي التين الشوكي، لأنه وصفة جد رائعة للشعر. رايح نحط لكم وصفة جد رائعة للشعر بأوراق صبار. إذا البنات ما تقولوش بلي أسماء تهدر بزاف، لازم تفهموا ولازم تكون عندكم هذيك الإرادة، لأنه بزاف 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 بنات، بزاف نساء نشوفهم باللي الوجه تاعهم ساكن هكا مالغري هي شابة في وجهها، بصح الوجه تاعها كارثة، يعني من الإهمال، يعني كارثة. نلقاهم هكا بنات في عمرهم 20 سنة يبانوا كبار في عمرهم 40 سنة، علاه؟ لأنه الإهمال، ما يهتموش بالجمال، وكي تتطفر تولي تجري وتقول لك لايزار وتحوس على منتجات غالية وتجري من فما تكون تفر عليها، يعني ما تقدر تدير والو. إذا إن شاء الله نكون فتكم البنات، وإن شاء الله نكون أقنعتكم أنه تروحوا تجيبوا بذور وتصنعوا، جيبوا كرموسارة وتصنعوا كما صنعت أنايا، وراح نستغل هذا ليا أنايا شخصيا، راح نزيد نخدم وحنمدها كهدية إن شاء الله للناس اللي يستاهلوا في حياتي. إذا البنات نلتقي مرة أخرى في فيديو آخر مع وصفة صحية أخرى. ما تبخلوش عليا بجام، ما تبخلوش عليا بدق الجرس، وما تبخلوش عليا بالتعليقات، هكا باه نبقى على تواصل. وأي وصفة مكتوبة البنات دخلوا إلى المنتدى تاع القناة تاعي، تلقاو فيما الوصفة في صورة، وتلقاو فيما يعني وصفة مكتوبة اللي بغيت تهز الوصفات المكتوبة إن شاء الله. يعني أنا حطيت فيها وصفة تاع الصدفية، وصفة مش عارفة نسيت. إذا نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.